ازيكم عاملين ايه؟ ازاي تتخلص من السرطان في الجسم، اي نوع من انواع الكانسر، في 16 اسبوع او اكتر او اقل، تمام، من غير اي علاج. الموضوع مش محتاج علاج يا جماعة، الموضوع كله انت لازم تفهم ان جسم الانسان مفروض يبقى نوعه الكلاين اكتر ما اللي هو يبقى اسيدك، تمام، وده ليه علاقة بالاكل اللي انت بتاكله وليه علاقة بنسبة البي اتش في دمك. يعني عشان في ناس كتيره مش تفهم الكلام اللي انا بقوله، ايه الكالاين وايه اسيدك وايه نسبه البي اتش في الدم والكلام ده كله. نسبه البي اتش في الدم المفروض بتبقى من نسبه 7.35 to 7.45 او 7.3 7 نقطه 3 5 ل 7 0 4 5، تمام. فانت لازم تاكل اكل معين اللي هو يخلي جسمك الكالاين اكتر من اسيدك، ان السرطان بيحتاج ان جسمك يبقى كله أسيدك عشان يعرف ان هو يكبر فيه. اختصار الموضوع هقولك تاكل ايه وما تاكلش ايه، وهتلاقي لما بتبتدي تاكل الكلام ده كله وتعمل تحاليل دم او تروح للدكتور هتلاقي ان نسبة السرطان قل ووقف، وبعد كده ابتدى يطلع من جسمك، تمام. في كم اكلة مهمة تخلي جسمك الكالاين اكتر، اللي هو ايه؟ الليمون. يعني الليمون ده حاجة مهمة، اوكي، لازم تشرب ميه نظيفه، ميه نظيفه نظيفه، يعني لو تعرف تجيب ميه أباري يبقى احسن، تمام. لازم تالت حاجه تاكل خيار، الخيار فيه نسبه الكلاين عاليه. لازم تاكل جرجير، فيه نسبه الكلاين عاليه. البروكلي، فيه نسبه الكلاين عاليه. لازم تاكل الاكلات دي. الافوكادو، لازم تاكل افوكادو كل يوم. لو انت عندك سرطان لازم تاكل الاكلات دي كل يوم. لازم تبطل بقى اكل كتير قوي، يعني لازم تبطل مقليات، يعني لازم تبطل رز ومكرونه، تشرب بيبسي، اي اكل مقلي، اي اكل بيتاكل اللي هو الاكل العادي اللي بيتاكل، محشي، مكرونه، اي حاجه انت بتاكلها، لحمه، لازم تبطل اللحمه. لازم تبطل كل الحاجات دي وتعود ان انت تاكل خضروات اكتر، ومش اي خضروات، يعني مش تجيب خضروات اللي هي عليها مبيدات حشرية قد كده وحقنينها بكيماويات قد كده وتقول اللي انت تقدر تتخلص من سرطان. فعشان كده بيتجاب اكل اورجانيك. ممكن الموضوع يبقى مكلف للناس كتيرة، بس هيبقى اكيد ارخص بكتير من اللي انت تجيب علاج وتتعب في المستشفيات وكل حاجة. فهو يا جماعة الموضوع كله ان انت جسمك لازم يبقى الكلاين اكتر، ولازم عشان جسمك يبقى كده تاكل الاكلات اللي انا قلت عليها دي. كتر من الخضروات، كتر من الفواكه، قلل كل الاكل اللي هو ليه علاقه بالزيوت بقى والمقليات والرز والمكرونه والعيش والكلام ده كله، الجبن، البيض، كل الحاجات دي اسيدك وانت عايز تبقى الكلاين، فلازم تاكل الاكل الالكلاين. فلو ظبطت الدايت او طريقه اكلك هتلاقي نفسك ان السرطان بيقف، بعد كده هتلاقيه بيقل، بعد كده هتلاقي نفسك مش محتاج ادويه ولا دكاتره ولا اي حاجه. هعمل فيديوهات اكتر، ولو حد عنده اي استفسارات اكتبلي في التعليقات تحت وانا ممكن ارد عليكم اكتر. سلام.